حلو، قبل ما يوصلوا بقى لمرحله التدريب الحقيقي، خلينا في مرحله الانتقاء على حد تعبير حضرتك. تمام. بناء على ايه بالمناسبه؟ يعني بتشوفوا ايه في الطفل او الطفله فبتقولوا اه ده هيبقى هايل في كذا، ده دي هتنفع جدا في كذا، بناء على المواصفات الجسمانيه فقط ولا برضو الموضوع بيبقى له بعد تاني؟ لا مش اكيد في ابعاد تانية، يعني مش مواصفات الجسميه بس. يعني احنا اولا في المرحله دي ما بنقولش لاي ولد او بنت لا او ما ينفعش، لعدة اسباب نفسيه و... طبعًا. واجتماعيه طبعًا. وحاجات كتير يعني طبعًا. ومفيش اب وام وحابين ابنه او بنتهم يبقى أكيد. مش كويس اكيد. فبنقبل كل الاعمار خاصه في السن ده، يعني لمراحل النمو او الاخ، يعني مش هنخش في الناحيه العلميه قوي. ما بيظهرش مين هيبقى بطل، انما في السن ده بندخل كل الاولاد وبنات، ونبتدي في بعض الاولاد بيبقوا مميزين في الرياضات دون عن الاخرى. يعني في اولاد السرعه عندهم بتبقى مميزه قوي بالنسبه لاقرانهم. من هنا بنقول الولد او البنت ده في امل ان يتحط مثلا في مجموعه الناس اللي عندهم سرعه عاليه. في ناس بتميزوا بالقوه، انما برضو ارجع اقول ان مش يعني بتبقى ترشيحات. أوكي. مش بنقول ان ده هيبقى مفيش حسم، يعني اللي لسه هو في مراحل تطور ويعلم هيبقى عامل ازاي، بس بيبقى في ترشيحات. يعني مثلا لو الاكاديميه او الجروب فيه مثلا 80 ولد، بنقول منهم ان في مثلا 15 20 دول مميزين. ممكن بقى منهم بقى في مرحله الفلتره والتخصص يطلع من 2 او 3 او ممكن ما يطلعش حد، انما مثلا بنقول بالظبط. ففي المراحل دي البراعم كلهم بياخدوا نفس الالعاب الصغيره، بياخدوا نفس الجرعه التدريبيه البسيطه، المهم يطلعوا مستمتعين لغايه لما يوصل مرحله ال 12 سنه. نبتدي بقى نقول مين هيبقى مميز في الجري، مين هيبقى مميز في الوزن، مين هيبقى مميز في الرمي. Okay. لان هنا بقى يبتدي يعني يبان بقى مثلا المواصفات العضليه القويه والجسمانيه القويه، ده خلاص بعيد عن الجري وبعيد عن الوزن. وبتكون ابتدت تبان بقى ملامحها ابتداء من السن ده بالظبط، ونبتدي نشوف بقى في عوامل اخرى زي العوامل الوراثيه. يعني يعني الاب والام مثلا بيتميزوا بنوع من انواع النحافه او الرشاقه او الكتل العضليه الكبيره، فالطبيعي ان الولد او البنت هيطلع لوالده ووالدته. فما اقدرش اقول ان مثلا واحد وزنه معدي اقول ده هخصصه في الجري، لا طبعا ابتدي اركز معاه انه هيبقى في مسابقه. بس كل مواصفات وليها مجالها وليها سوقها. يعني بالبلد يعني حتى اللي مليان شويه ده هيبقى عظيم في الجله ده جدا مثلا. جدا احنا في العاب القوه مفيش حد لا، يعني احنا زي ما حضرتك بالظبط. العظيم البنيه ده بيبقى في مسابقات الرمي في الجله في القرص.